سفر الخطيط الصين ويخص الطلبة التونسيين الذين يجدون كما تعرف بالنسبة لتونس هذيك استراتيجية رقم واحد الاستثمار في ما هو رقم وهذا يندرج في المشروع بتاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. النقطة الثانية كما تعرف الاقتصاد هو الاقتصاد الرقمي موجود وتونس الحمد لله تكون مرتبة الأولى على النطاق العالمي وكذلك طلبة تونس توجوا على النطاق العالمي في الميدان هذا. المهندسين تاعنا في الميدان الإعلامي والتنظيم والاقتصاد مطلوبين على النطاق العالمي بكثرة يعني جودة التكوين موجودة في التعليم العالي وفي نفس الوقت هي كذلك فرصة لتنمية التعاون مع الصين في عديد المجالات كما كان يؤكد السيد سفير الصين في تونس. والمجال الثاني اللي الحقيقة قاعدين ناخذ قليل قطع نظر على التعليم العالي هو البحث العلمي وإن شاء الله اتفاق مع سفارة الصين والصين إن شاء الله في الأشهر القادمة يصير تركيز مركز متطور جدا للمسار التجاري.